مرحبا، ميري كريسماس، هابي نيو يير على كل اللي عم بيتابعونا. ان شاء الله سنة 2021 تكون احلى من 2020، خصوصا على اللبنانيين وكل اللي بلاد المضطربة مثل سوريا، العراق، اي بلاد. والله يهني البلاد اللي عم بتعيش بسلام. بدي اقول للعرب يلي بالاغتراب، العرب خصوصي بامريكا، ان شاء الله تكون سنة 2021 اريح من 2020 عليكم، خصوصي اللي مرقتوا فيه بالانتخابات. الأستاذ مجد غانم باحث فلكي، أنا كنت التقيته بال 2018، وحقيقة كل اللي قال لي إياهم طلعوا مظبوطين. كل يعني لا ما لازم أقول هيك، 90% من اللي قال لي إياهم أنا أي تراست هيم، وما بقابل حدا ما بيقدم لي مادة بتحترمني كمتلقي وبتحترمكم. أستاذ مجد غانم من الإمارات، أنت حضرتك هلا بدبي، أهلا فيك عبر قناة الجرس. يسعد اوقاتك ست نضال، ويسعد اوقات كل اللي عم بتابعونا، وانا سعيد مجددا بوجودي معك بعد الاحداث التي عبرت. سعيد جدا اني شايفك بخير، وان شاء الله بتكون 2021 سنه خير لكل الاشخاص اللي عم بيشوفونا واللي ما عم بيشوفونا. استاذ ماجد، كيف شايف؟ يعني خلينا نبلش بكل حدا وبرجه، لانه الناس بتهتم بحالها اكثر بتهتم بالشان العام. هلا على برج الجوزاء، برج هوائي، سنة كانه منيح برج الجوزاء او نو؟ اكيد منيح. برج الجوزاء عم يكسر القاعده الخاصه ب 2020، عم يكسرها ب 2021، لانه هي السنه سنه السفر البعيد والاتصالات. بينشطوا مواليد برج الجوزاء بمجال السفر البعيد والاتصالات البعيده والهجره ايضا. لو عملت دراسة لوجدت ب 2021 أكثر الناس اللي عم بتهاجر وتسافر هم مواليد برج الجوزاء، منهم من تصل قدماه أرضا لم يطأها من قبل، إما للسياحة أو الدراسة أو الهجرة. أيضا بيستفيد الجامعيين والأكاديميين بمجال الدراسة والتدريس، يعني إذا دكتور بالجامعة عنده ترقية، إذا طالب كان عم بواجه صعوبة بالمنهج الدراسي الأبواب مفتوحة بال21 لإله. يستفيد أيضا بكافة الأمور القضائية العالقة، فمن يتابع دعوة قضائية يخرج بنتيجة إيجابية خلال عام 2021. كذلك ضمن الحزمة اللي بتستفيد من مواليد برج الجوزاء بال21 هم المصدرون والمستوردون في تجارتهم، بتزيد تجارتهم، بيزيد مدخولهم، عندهم إنجازات ممتازة بال21. النصائح والتحذيرات لمولود برج الجوزاء بتتركز مصاعبه في كل ما له صلة بالمؤسسات الدوائر الرسمية وبمركزهم الاجتماعي، بخلاف مواليد برج الثور بيكون عندهم ضغط اجتماعي، وفي قسم منهم ممكن يخسر مكانته الاجتماعية إذا تسرع بتصرفاته أو تصادم مع مجتمع كامل. طبعا هذا الشيء بيصير بشكل سريع وبشكل غير مدروس، هذا الشيء الاجتماعي اللي عم بحكي عنه. على الجانب الآخر بيحصل تغيير جذري بحياة مواليد شهر خمسي، بيشمل التغيير العلاقة العاطفية، وهون بدي ارجع لبعد شوي اشرح عنها، او مكان الاقامة او في اي شيء اخر. يعني عم نحكي هجرة ممكن يشمل مكان الاقامة، استقرار بغير البلد اللي هني فيها حاليا، عم نحكي شراكة مهنية وعاطفية ايضا، اي علاقة عاطفية غير مستقرة ما بتستمر معهم، وممكن يدخلوا بعلاقة جديدة، ينهوا علاقة ويدخلوا بعلاقة عاطفية اخرى. فترات العمل من 21/3 إلى 20/4 ومن 22/7 إلى 20/9. فتراتهم العاطفية من 5/3 إلى 6/4 ومن 23/8 إلى 3/11. أستاذ مجد غانم، عم بتقول الجوزاء عنده سنة عدم استقرار عاطفي، يعني رغم أنها سنة رائعة عليه. سنة رائعة لمواليد برج الجوزاء، وعدم الاستقرار العاطفي في برج هلأ حنيجي عليه كمان عنده ضغط، هو أكتر حدا مضغوط هاي السنة. بس ليه شملت الجوزاء ست نضال؟ جوزاء كانوا ب 2019 و 2020 عندهم ضغط بالزواج، خلينا نسميه الشراكة العاطفية اللي هو الزواج، الخطبة، العلاقات الحب الصرفة بشكل عام.
هلأ عم بيعانوا خلال عام 2021 معاناة من نواتج عام 2019-2020. الذكي اللي بيطلع منا هون، الفلك ما بيحركنا. إذا أنت كنت متفهم للشريك يا مولود برج الجوزاء وكنت على قدر عالي من المسؤولية، تدخل ببعض المشاكل والمطبات الغرامية الغير مدروسة، لكن بتمر السنة وبتضلك محافظ على شريكك العاطفي. أما إذا رضخوا لهي المشاكل، أكيد العلاقة ما بتستمر. أكشن ورياكشن، فعل ورد فعل. خلي عينك على الجرس.